تحيات السيكفوري ميشال الصيفي وجوزيف كريم. العناوين: أول مصاب بكورونا المتحور من طرابلس، وحسن: إغلاق المطار ليس من صلاحيتنا. استياء بطريركي والراعي في قداس الميلاد: ولكم تمنينا على فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يشكلا فريقا واحدا ويتحررا من جميع الضغوط. وعودة للمسؤولين: إلى متى هذا التجاهل؟ ولما التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية وأولها تشكيل حكومة؟ البابا فرانسيس لقادة لبنان: ضعوا المصالح الخاصة جانبا. انفجار في تنسي الأمريكية. مان انا معيد 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 على الاخر، يعني فاينلي برم حظي هالسنه. اوف يا برو، شو هالخبريه؟ طيب ليش خبرنا؟ اول مره بحس نقشت معي بشي، اشتركت بكيبل فيجن وربحت اشتراك على سنه، مش لشهر او شهرين، سنه. اشترك او جدد اشتراكك مع كيبل فيجن وكون واحد من المية اللي رح يربحوا اشتراك سنه ببلاش. كيبل فيجن، اشتراكك سنه هديه وعقبال المية. لتعرف اكثر اتصل فينا على 1540، زورنا على موقع cablevision.com.lb او نزل كيبل فيجن اب. اهتروا ايدي من استعمال المعقمات اللي بتحتوي على كحول، صار عندي وسواس من كتر تطهير الاسطح والمعدات من ورا كورونا. يعني صار لازم تغير. مجموعه بوير لتعقيم الايدين، الاسطح والمعدات الطبيه بلا كحول، حمايه 6 ساعات، صنع بريطانيا. وبتقتل كورونا كمان 100% بشهاده مختبرات بريطانيه وموافق عليها من الاف دي اي. طلبوا مجموعه بوير للتعقيم ستيريزار على 03-370-374 أو 09-855-700 www.boyerprotection.com. متوفر بمعظم الصيدليات. في زمن الميلاد الحكومة ممنوعة أن تولد لخلاص لبنان، والتأليف في العناية المشددة وبزار الاتهامات ناشط، فيما البلاد مشرعة على شتى الأزمات في السياسة والمال والاقتصاد، ومطارها مفتوح على سلالة كورونا المتحورة التي سجلت أول إصابة لها في طرابلس قادمة من لندن. وفي اليوميات الحكومية سجل ارتفاع في منسوب الاستياء لدى البطريرك الماروني، ترجم في 3 مطارح: الأول في رسالة الميلاد العالية السقف الصادرة عن بكركي، الثاني في اعتذار رئيس الجمهورية عن عدم المشاركة في قداس الميلاد في الصرح جريا على العادة بذريعة كورونا. وتقول المصادر إن الجائحة عذر أقبح من ذنب، وإن الرئيس عون من خلال تغيبه أراد توجيه رسالة سياسية إلى البطريرك الراعي على خلفية الكلام الوارد في الرسالة الميلادية والتي ساوت الجميع في التعطيل بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما أن الغياب يحرر الرئيس عون من سماع كلام في العظة قد لا يكون قادرا على قبوله. والمطرح الثالث الذي ترجم فيه استياء البطريرك الذي أجهد مسعاه في التقريب بين رئيسين عون والحريري، هو في عظة قداس الميلاد الذي غاب عنه رئيس الجمهورية وحضره الرئيس أمين الجميل ونائب المستقيل نعمة فرام ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبي وعدد من النواب. ومرة جديدة وجه الراعي رسائل عالية السقف في مختلف الاتجاهات، ملمحا إلى ابتداع البعض شروطا لا محل لها في هذه المرحلة. جوزفين أبي غصن:
بالكلمة الصخرة سيواجه البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي التناقضات والمعاكسات التي تأتينا من الطبقة الحاكمة بعد سلسلة توقعات منها ومفاجآت بتعطيل خطط الإصلاح وأحباط المبادرات الدولية، كما قال في عظة عيد الميلاد بحضور الرئيس أمين الجميل وحشد من النواب والمؤمنين. توقعنا أن يسرع المسؤولون في تأليف حكومة تكون بمستوى التحديات، فتفاجأنا بوضع شروط وشروط مضادة ومعايير مستحدثة، وبربط تأليف حكومة لبنان بصراعات المنطقة والعالم، فبتنا من دون سلطة إجرائية دستورية. إن اعتبار الصلاحيات والمعايير وتوزيع الحقائب مهم، لكن اعتبار الشعب أهم من كل شيء، بل أهم من الأشخاص جميعهم. إذا كانت أسباب عدم تشكيل الحكومة داخلية فالمصيبة عظيمة، وإذا كانت أسبابها خارجية فالمصيبة أعظم. ولكم تمنينا على فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يشكلا فريقا واحدا ويتحررا ولو مؤقتا من جميع الضغوط، ويتعاونا في تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسيين. ولكن تمنياتنا اصطدمت بابتداع البعض شروطا لا محل لها في هذه المرحلة. وبعد القداس تقبل البطريرك الماروني التهاني من الرئيس أمين الجميل ومن النواب والمشاركين في القداس. ميلاد مجيد من بكركي، جوزيفين أبي غصن، إذاعة صوت لبنان. المطران ليسعود وفي قداس الميلاد توجه إلى المسؤولين قائلا: وطننا في مأزق، فلما التباطؤ في تأليف الحكومة؟ إلى متى هذا التجاهل؟ ولما التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية، وأولها تشكيل حكومة؟ الوقت ليس وقت المناكفات وتصفية الحسابات، إنه وقت العمل الحثيث من أجل إنقاذ هذا البلد. الشعب غير مهتم بالتباينات التي تفرق المسؤولين والتعقيدات التي تعترضهم. البابا فرانسيس تمنى في رسالته لمناسبة عيد الميلاد أن يضع قادة لبنان المصالح الخاصة جانباً وأن يعمل بشفافية حتى تتمكن البلاد من السير في طريق الإصلاح والاستمرار في دعوتها إلى الحرية والتعايش السلمي، وأعرب عن أمله في أن يفضي عيد الميلاد إلى نزع فتيل التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، قائلا: إن وجوه أطفال سوريا والعراق واليمن الذين يدفعون ثمن الحرب الباهظ يجب أن تهز الضمائر. الرئيس المكلف سعد الحريري عايد اللبنانيين بالميلاد المجيد، أملا أن يلهم الله البعض لنتوصل إلى حكومة قادرة على وقف الانهيار وبدء ورشة أعمار ما هدمه انفجار المرفأ. النائب المستقيل ميشيل ظاهر غرد كاتبا: ارحلوا جميعا واتركوا هذا البلد لشبابه، لأحلامه، لكفاءاته. كفاكم متاجرة بالدين تحت شعار حماية الطائفة. الشعب اللبناني يريد الاستقرار والأمن والأمان والعيش بكرامة، أما أنتم فلا تريدون سوى السلطة والأزلام. كفر الشعب بكم ونبذكم المجتمع الدولي. كفاكم، ارحلوا، فرحيلكم هدية العيد. ختم الظاهر تغريدته. كشف وزير الصحة حمد حسن عن تسجيل أول حالة من طفرة كورونا الجديدة في الرحلة الأتية من لندن في 21 من الشهر الحالي، مشيرا إلى أن الشخص المصاب لبناني ومقيم في طرابلس وهو يخضع للحجر الصحي مع والدته. ودعا كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية. وأشار حسن إلى أن اللوم لا يقع عليهم بعد إغلاق
الأجواء والملاحة مع المملكة المتحدة، بل على اللجنة الوزارية المسؤولة عن مثل هذا القرار. حسن تحدث للجديد. الأرقام المرتفعة هلأ هي نتاج أسبوعين من بعد اللوك داون. كل ما تزايدت الأعداد كل ما كنا نحن كتير مضغوطين، توصياتنا لح تكون أقسى والإجراءات لازم تكون صارمة أكثر. أمريكيا اشترطت الولايات المتحدة على الأتين من بريطانيا الحصول على نتيجة فحص سلبية لكورونا بدءا من الاثنين، في وقت فرضت روسيا حجرا صحيا لمدة 14 يوما على القادمين من بريطانيا. وتم اكتشاف 5 إصابات بسلالة المتحورة في اليابان لعائدين من لندن. وأعلنت جنوب أفريقيا أن 80% من الحالات المسجلة لديها مصابة بكورونا المتحور. وفي أوروبا سجل أكثر من 25 مليون إصابة بكورونا حسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية. وسط ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات التي تقدم الآن تمثل مخرجاً لأزمة وباء كورونا. بالعودة إلى محلياتنا، أي أفق اقتصادي في العام 2021 بعد الأزمات المتلاحقة في العام الحالي؟ مجدولين عيد. لا يختلف اثنان على أن العام 2020 هو الأسوأ على لبنان واللبنانيين، ولا سيما اقتصاديا وماليا. أقله نتيجة العواصف السياسية والتقاعس في معالجة الأزمات. فماذا يقول دكتور ناصر ياسين عن الأزمة التي باتت تمثل تهديدا على المستوى الاقتصادي في بلد يعاني أزمات غير مسبوقة من ارتفاع البطالة وانكماش اقتصادي وشح في الدولار وارتفاع في نسب الفقر؟ إذا كان العام الذي ينتهي عام 2020 أطلقنا عليه عام الانكماش الاقتصادي الكبير، حيث توقع صندوق النقد الدولي أنه الاقتصاد انكمش بمقدر ب 25%. يعني هذا الانكماش الكبير لم يحصل في لبنان منذ عقود ورجع لمستوى 1980. هذا تداعياته ستظهر أكثر وأكثر عام 2021. واحد من تداعياته الأهم هي موضوع البطالة. التوقع أنه عام القادم ستزداد بشكل كثير كبير أعداد ونسب البطالة، خاصة مع إغلاق مؤسسات أعمالها أو تخفيف عدد موظفينها. وعن انعكاس الأمر قال ياسين: هذا كمان سينعكس على الداخلين إلى سوق العمل من المتخرجين اللي ما حيلاقوا فرص عمل. هذا سيؤدي العام القادم عندما تفتح المطارات وتفتح البلاد بعد انتهاء يعني جائحة كورونا إلى أعداد كبيرة من الهجرة، ومن ثم سنرى يعني هجرة من كافة الأنواع، هجرة فيما يتعلق بالشباب الذين يبحثون عن عمل، ولكن كمان هجرة النخب من ناحية هجرة الأطباء، هجرة الأخصائيين. اللي شفناه بأواخر العام الحالي أنه أعداد كبيرة من الأطباء هاجرت، ممكن ستزداد بشكل متسارع في 2021. هذا كله يعني من ناحية التأثير الاقتصادي على قضايا البطالة وتأثيرها على الهجرة، ولكن كمان هناك خوف من التوترات الاجتماعية اللي ممكن أن تؤدي يعني هذا الانهيار الاقتصادي إليها أو تؤدي إلى ازدياد فيها. وبلشنا نشوف بعض تبشيرة خلال الأشهر الماضية من ناحية زيادة أعداد الجريمة والسرقة وغيرها من المشاكل الأمنية اللي شفناها مؤخرا. عيون اللبنانيين على 2021 بانتظار فرج موعود بعد أشهر من الركود. مجدولين عيد، صوت لبنان. ضبطت عناصر تفتيشات المطار كمية من المخدرات بحوزة أحد المسافرين القادمين من البرازيل، كانت مخبأة بطريقة مبتكرة ومحترفة، مغضبة ضمن زجاجات خاصة بالعطر وقوارير للشامبو. انفجرت سيارة وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسي ما أدى إلى وقوع 3 جرحى وأضرار في المباني. وأعلنت الشرطة الأمريكية أن الانفجار متعمد وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI يشارك في التحقيق، لافتة إلى أنها تلقت بلاغات عن وجود سيارات أخرى مشبوهة في المنطقة. أعلن المرصد السوري أن الضربات الصاروخية الإسرائيلية دمرت فجراً مستودعات ومراكز تصنيع صواريخ للميليشيات الإيرانية بريف المصياف وقتلت 6 منهم على الأقل. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده ترغب في إقامة علاقات أفضل مع إسرائيل، مؤكداً أن المحادثات على المستوى الاستخباراتي مستمرة بين الجانبين.
استهدف تفجير رتلا لتحالف دولي في الديوانية جنوب العراق ما أدى إلى إصابة السائق، في وقت استكملت السفارة الأمريكية في بغداد إجلاء جميع موظفيها باستثناء السفير ومرافقيه. إلى ذلك أعلن التحالف ارتطام لغم بحري زرعه الحوثيون بسفينة شحن تجارية جنوب البحر الأحمر. نبقى في العراق حيث سجلت تظاهرات احتجاج في الناصرية جنوب البلاد، وطلب المتظاهرون الحكومة بتنفيذ وعودها بالإصلاح. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. الجو غدا صافٍ إلى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة وتنشط الرياح في المناطق الشمالية. كان في النشرة أول مصاب بكورونا المتحور من طرابلس، وحسن إغلاق المطار ليس من صلاحيتنا. استياء بطريركي والراعي في قداس الميلاد. ولكم تمنينا على فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف أن يشكلا فريقا واحدا ويتحررا من جميع الضغوط. وعودي للمسؤولين. إلى متى هذا التجاهل ولما التباطؤ في اتخاذ القرارات الضرورية وأولها تشكيل حكومة؟ البابا فرانسيس لقادة لبنان ضعوا المصالح الخاصة جانبا. انفجار في تنسي الأمريكية. النشر انتهت، شكرا للمتابعة.